متابعي طقس العرب في الأردن، أهلا بكم. نهار اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء صيفية معتدلة، وإن شاء الله رح تكمل الأجواء الصيفية المعتدلة بالسيطرة على عموم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام. أما ليلا تكون الأجواء مائلة للبرودة إن شاء الله. بالبداية متعرف درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان في هذه الأثناء وهذه الليلة، بتسجل 14 مئوية وأجواء صافية، نسبة الرطوبة عالية 87% وسرعة الرياح 15 كيلومتر في الساعة. نبدأ جولتنا بالتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد إن شاء الله في عموم المناطق. نبدأها شمالا وإربد نهارا بتسجل 26 ليلا 16، عجلون 25 نهارا 15 ليلا، جرش بين 27 و 16، المفرق بين 28 مئوية و 14 درجة إن شاء الله بتسجلها ليلا. انتقالا إلى مناطق الوسطى مع العاصمة عمان نهارا 26 14 ليلا، البلقاء 26 نهارا 15 ليلا، الزرقاء 29 نهارا 16 ليلا، مادبة بين 27 و 14، البحر الميت بين 33 و 24 درجة مئوية إن شاء الله. انتقالا إلى المناطق الجنوبية مع الكرك 26 نهارا 14 ليلا، الطفيلة بين 25 و 16، الشوبك بين 24 و 14، معان بين 32 و 19، والعقبة بين 36 و 24 درجة مئوية وأجواء حارة نسبيا في منطقة العقبة. أخيرا مع المناطق الشرقية، كل مرويشد الصفاوة والأزرق درجات حرارة متقاربة، نهارا تقريبا 33، ليلا تنخفض إلى 16 درجة مئوية واحتمالية لهبوب للرياح المثيرة للأتربة والغبار. متابعينا دائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى اللقاء.